في سؤالها قبل الأخير تقول: ما حكم الذهاب إلى الأعراس إذا كان فيها بعض المحرمات كالغناء والرقص وغير ذلك، وما الواجب على من تذهب إلى مثلها؟ لا يجوز الذهاب إلى حفلات الزواج التي فيها منكرات إلا لمن يقدر على إزالة المنكر، أما من لا يقدر على إزالة ما فيها من المنكرات فإنه لا يجوز له أن يذهب إليها، لأنه يشارك أهلها في الإثم. نعم.